وثائق تحمل تواطؤ جهات رسمية مع تجار مقربين من السلطة يعملون على احتكار استيراد النفط واختلاس المال العام. ترى هل تورط الرئيس هادي ومقربون منه بصفقات الفساد هذه؟ وهل يمثل ذلك تزاوجا بين الثروة والسلطة؟ أهلا بكم. احتكار لاستيراد المشتقات النفطية ونهب للمال العام، بدأت القصة يقول كثيرون بتعيين تاجر نافذ في منصب نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أو هكذا كانت تسمية ذلك المنصب. المعلومات الواصلة للمساء اليمني تفيد بإدانة هذا التاجر عبر تقارير دولية أثبتت تورطه في فساد بأموال عامة مخصصة لإنتاج الكهرباء في محافظات عدن، لحج وأبين. ونحن هنا نتساءل، هل سعى الرئيس هادي لتمكين أحمد العيسي من احتكار توريد المشتقات النفطية في المناطق المحررة كلها لمصلحته؟ ترى هل يمكن إيقاف الفساد ذاك المتغول في جسد الشرعية؟ ومن هي الجهة التي تستطيع الوقوف في وجه أباطرة النفطية ترى؟ لا حاجة هنا للدريع أو البحث عن أغطية مرنة تبرر الفساد الذي يمارسه الرئيس هادي على الأقل عن طريق منح الغطاء والشرعية لأولئك الفاسدين وجعلهم جزءا من حاشيته والمقربين منه. حين تصبح السلطة هي الغطاء للتمادي في أكل المال العام، تصبح أكثر الأسلحة خطورة بيد الفاسدين القدامى والجدد. تكشف هذه الوثيقة عن حجم التلاعب الذي بات يهيمن على مؤسسة الرئاسة وإلى أي مدى وصل الفساد في هرم السلطة الشرعية. هنا ثلاث شركات نفطية مملوكة للتاجر أحمد العيسي، وهذا ليس غريبا على واحد من أكبر أباطرة النفط في اليمن، لكن الغريب أن هذه الشركات هي الوحيدة التي تحضر اجتماع مناقصة الشركات النفطية لتوفير وقود الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء، وهي الوحيدة التي تخوض مجال المنافسة فيما بينها، وكأن صاحبها يقول أمطري حيث شئت. الوثيقة ذاتها تكشف أيضا عن حجم التلاعب بأسعار الوقود، حيث يظهر سعر الديزل المقدم للطن الواحد ب 810 دولارات إلى ميناء عدن، مع أن السعر الحقيقي يفترض ألا يتجاوز 550 دولارا بحسب الأسعار العالمية، أي أن الفارق في الطن الواحد 260 دولارا، وإذا كانت الكمية بمجملها تبلغ 67 ألف طن فإن حجم الفارق والمنهوب من المال العام يصل لأكثر من 17 مليون دولار. سعر المازوت الأقل المقدم من شركة عرب جلف المملوكة للتاجر العيسي يبلغ 606 دولارات للطن الواحد بفارق 365 دولاراً، والذي يبلغ سعره عالمياً 250 دولاراً. وإذا كانت الكمية المذكورة في المناقصة تقدر ب 35 ألف طن فإن فوارق الأموال المنهوبة تقدر بأكثر من 12 مليون دولار، ليبلغ حجم الفوارق في المادتين وفي صفقة واحدة نحو 29 مليون دولار، وليستمر العبث بالمال العام وكأنه مال لا يملكه أحد ولا يحتاجه أحد. دائرة الفساد تتسع بحيث لا تتوقف عند هذا الحد، فتاجر النفط الذي أصبح يمتلك مكتبا داخل مؤسسة الرئاسة بات يخضع الكثير من المؤسسات المالية والسيادية لقراره، ليبقى المنصب مجرد آلية للتغطية على واحدة من أخطر الجرائم بحق الشعب اليمني، وتبقى سلطة هادي عنوانا لكل جريمة يمكن أن تخطر على البال. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها الباحث الاقتصادي السيد عبد الواحد العوبلي عبر السكايب من كوالالمبور. أهلا بك سيد العوبلي. دعنا بداية يعني نستعرض الحديث عن هذه الوثائق التي كشفتها بلقيس والتي عرضها التقرير قبل قليل، تتحدث عن قيام الجهات المعنية بمناقصة كل المتنافسين فيها، متنافسون اسم شركة عرب جلف، شركة ASA وشركة QZY. يتحدث كثيرون على أنها لتاجر واحد لأحمد العيسي كما يقولون، كيف تفسر ذلك؟ هو هذه الوثيقة اللي وصلت
من الواضح انه تم تسريبها وهذه اللي وصلت للاعلام او وصلت للراي العام، لكن ما خفي هو الاعظم والأسوأ. لم يصلنا نهائيا اي اعلان لاي مناقصات من سابق، ولم يحصل ان حصل منافسه لمن يريد ان يقدم، ولم يتم الاعلان عنها بشكل واضح او كما هو المفروض حسب الاجراءات وحسب القوانين النافذه. فطبيعي ان يحصل تواطؤ، طبيعي ان يحصل تلاعب، وواضح انه المناقصه او محضر المناقصه هو مجرد محضر شكلي فقط لتغطيه الاجراء او ما الى ذلك، لكن حتى لم يكن موجود اي لم يتم تسريب العروض نفسها التي ممكن يكون داخلها اصلا الكثير من التجاوزات والمخالفات. هذا من جهه، من جهه اخرى فيما يتعلق بالاسعار، انتم في بلقيس والشكر للزملاء في الاعداد قاموا بعمليه حساب بسيطه وحسبوا فيها خسائر تصل الى اكثر من 20 او 30 مليون دولار او الارباح التي بيجنيها التاجر الرئيسي نتيجه لهذه العمليه، لكن مثلا هم قالوا انه في السعر حوالي 600، السعر النفط موجود بيبيعوها المهردين في موانئ حضرموت وأبيان وموانئ شبوة بأقل من هذا السعر بكثير، يعني في لو تحب تاخذ بيزا موجود في حضرموت بيبيعوا من 500 540 550 دولار للبرميل والامور طبيعيه. فكل هذا الموضوع هو عباره عن شكليات فقط للتغطيه، وما خفي كان اعظم يعني. وهذا كله طبيعي في حالة اللادولة التي نعيش بها ودخول ناس غير مختصين بالموضوع، لأنه أصلا استيراد النفط هو من صميم عمل وتخصص شركة النفط اليمنية التي تم تحييدها بشكل كامل والتكليف الموضوع لأشخاص آخرين ليس لهم علاقة لا فنيا ولا قانونيا بالموضوع. طيب يعني في سياق الحديث عن الأرقام، لأن هنا الأرقام قد تكون يعني بارزة جدا فيما يتعلق بتوفير مشتقات نفطية من مادة الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء لشهر أغسطس عام 2019، يعني شهر واحد فقط كما يبدو من هذا المحضر، ما هو حجم الفساد هنا سيد العوبلي بالأرقام؟ هو بحكم انه ما في شفافيه اصلا ولا في تقارير رسميه تصدر عن الحكومه اليمنيه او عن وزاره النفط او عن رئاسه الوزراء او حتى رئاسه الجمهوريه لتقول للناس كم يتم استهلاكه وكم يتم الشراء، لكن اللي احنا بنحاول نقارب ونحاول نجمع معلومات من هنا ومن هنا ونحاول نتتبع ايش اللي بيحصل. هو تقريبا البلد بتستهلك ما بين 60 الى 70 او حتى 80 مليون دولار لتوليد الكهرباء في هذه المناطق، مناطق عدن ولاحج وابين وما حولها، ربما قليل من مناطق تعز اذا كان في شبكه، لكن هذه الارقام غير محدده او غير واضحه او غير رسميه. ممكن يكون في مؤشر اخر المنحه السعوديه التي قدمتها لعدد من الشهور المملكة العربية السعودية وما سميت بمنحة المشتقات النفطية، والتي كانت تساوي حسب الإعلان السعودي 60 مشتقات نفطية ب 60 مليون دولار شهريا، فلك أن تتخيل كم. لكن هذه أليست لتمويل المواد الأساسية؟ لا، المشتقات النفطية، منحة مشتقات النفطية كانت مخصصة لتوليد الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات القريبة منها، منحة سعودية خصصت لهذا الغرض واستمرت عدة شهور بعد ذلك توقفت. طيب يعني في سياق الحديث عن الأرقام، ما هو يعني متوسط السعر العالمي فيما يتعلق بالطن الواحد للديزل، الطن الواحد للمازوت، بالمقارنة بما يباع في نهاية المطاف أو بالسعر الذي
يباع محليا، هل أعطيتنا أو هل دخلنا لاستعراض بعض التفاصيل مرة وإن كان عرج عليها التقرير، لكن هناك أهمية لذكرها في هذا السياق؟ التعريج عفوا، التقرير استعرض انه العيسي او الشركه المزوده للوقود بتبيع الطن ب 800 وكسور دولار للطن الواحد، بينما انا ذكرت لك انه الطن بيباع ب 450 دولار، بيبيعوها المهربين موجودين وبتعتمد عليها المحطات في مارب وفي شبوه وفي حضرموت، يعني مش كل اللي بيتم استيراده لليمن بيتم استيراده بشكل رسمي. فالمفترض او الطبيعي حسب المعلومات اللي عندي انه الطن المتري الواحد يصل الى عدن بما يساوي 500 550 او حتى 600 في اسواق الاحوال للطن الواحد في توصيل ميناء عدن. لكن السعر المذكور في اوراق المناقصه تجاوز 800 دولار، ولا نتخيل الفارق في هذا الموضوع. طبعا العيسي بيتحجج زي ما صرح لصحيفه لوموند الفرنسيه ربما السنه الماضيه، قال لهم بالواضح انا اقدم تسهيلات للحكومه، انا الوحيد الذي يقرض الحكومه ويصبر عليها لسداد هذه المبالغ، وهو طبعا بياخذ عمولته او بياخذ ربحه مضاعف بسبب هذا العذر، ورغم انه يعرف هو موجود في رئاسه الجمهوريه ويعرف ويضمن فلوسه ويعرف انهم سيدفعون في نهايه الامر. تفضل بالبقاء معنا سيد العوبلي، ارحب بمن ينضم لنا من هولندا عبر السكايب الصحفي السيد غمدان اليوسفي. بدايه ارحب بك سيد اليوسفي، هل الصوت يصل بشكل واضح اليك؟ نعم يصدق بشكل واضح. حياكم الله، اهلا وسهلا. اذا يعني الحديث عن فساد بملايين الدولارات فيما يتعلق بفارق سعر بيع الطن المتري من او الطن الواحد للديزل بما يصل الى هنا الى يعني الى الميناء في اليمن، كيف تتابع هذه الوثائق او ما هي ابرز النقاط التي لاحظتها في ذلك؟ اولا يعني الحكايه التي بدات مؤخرا يجب ان يعني نتحدث عنها بشكل موجز، انه كان هناك يعني مناقصه في شهر 8 في شهر اغسطس، يفترض انها تسلم الان يعني لمؤسسه الكهرباء، وبشكل مفاجئ رفض العيسي ان يتم تسليم هذه الشحنه الا بموجب ورقه تكتب او ورقه التزام من الحكومه بانه سيدفع بان الحكومه ستدفع له 104 ملايين دولار، وهو بمثابه الابتزاز لانه وقع يعني اتى هذا الامر في الوقت الذي انتهت فيه المخازن من يعني خلص المازوت والديزل من المخازن المخصص لشركات الكهرباء، وهذا يعني انه ستغرق مدينه عدن وابين يعني بالظلام، وكأنه عمل مفتعل لإفشال الحكومة في مثل هذه الظروف، خصوصا ان مدينة عدن وأبين يعني ما يتعلق بالكهرباء امر ضروري اساسي وليس يعني مجرد يعني رفاهية. فالامر الاخر يعني الحكومة رفضت يعني ان تخضع لهذا الضغط، ورفضت ان يتم التوقيع، يعني قالت انه هذا الموضوع يحل للجهات المختصه سواء وزاره الكهرباء او الماليه، هي التي ستقوم برفع تقارير وما يعني ما هو العيسي سياخذه وما ليس له لن ياخذه، وهذه ببساطه يعني. لكن هو رفض تسليم الشحنات الا يعني مقابل التوقيع على مديونيه لا احد يعرف يعني مصداقيتها، لا احد يعرف انها حقيقيه ام غير ذلك. هذه النقطة الأساسية الأولى. النقطة الثانية يعني المناقصة التي يعني التي وقعت في شهر 8 مثل بقية المناقصات منذ 2017 إلى اليوم، وهي مناقصة تتم بين ثلاث شركات، الثلاث شركات هي لأحمد العيسي
يعني وهي معروفة. إضافة إلى ذلك أن هذه الشركات يعني هي التي يحق لها التوريد واستخدام مصافي عدن وخزانة مصافي عدن، ويعني دونا عن بقية الشركات المنافسة في السوق. وبرغم أنه رئيس الجمهورية وجه بفتح المنافسة في وقت يعني سابق، لكن يعني هذه المنافسة اقتصرت على الشركات التي ارتأت، يعني تم تفصيل يعني شروط، هذه الشروط فقط تنطبق على الشركات الخاصة بأحمد العيسي. مواضيع أخرى، أحمد العيسي بدأ بشراء النفط في لا نقول بدأ، يعني نقول أنه يعني إذا لاحظنا فقط الكشوفات التابعة للشركات الخاصة بأحمد العيسي، فسنجد أن أول شحنة تم توريدها إلى يعني إلى الحكومة وبيعها للحكومة في عام 2017، في يناير 2017 كانت تكلفة الطن الديزل يومها 487 دولار. اليوم نحن في يعني آخر مناقصة والتي يفترض أنه يتم تسليمها في حاليا، هذه المناقصة ارتفع يعني السعر إلى الضعف، إلى 848 دولار. ونحن يعني من باب النظر إلى الأسعار العالمية يعني تبعنا مسألة ارتفاع أسعار النفط عالميا، وجدنا أنه كان في عام 2016 قرابة 57 دولار، بينما اليوم أيضا يعني لا يفرق كثير، وما في يعني في 60 يعني ارتفاع المشتقات حسب ارتفاع سعر الطن الذي تبيعه شركات العيسي للحكومة اليمنية ارتفع قرابة 94%، بينما أسعار النفط عالميا لم ترتفع حتى بنسبة 37% في أقصى الحالات، يعني والتي كانت ربما في منتصف عام 2008 فقط التي حدثت فيها ارتفاعات لأسعار الوقود عالميا. يعني هذه الارتفاعات والتلاعب، يعني خلال سنتين يرتفع أسعار الوقود من يعني من 487 إلى 810 دولار للطن الواحد، يكشف أن هناك مشكلة كبيرة وليس مجرد حديث، يعني حديث فقط للصحافة ومنابذات بين هذا الطرف أو ذاك. في النهاية نحن نتحدث عن رجل لديه تضارب مصالح، لديه منصب في يعني منصب مهم في الدولة، وهذا الأمر ربما أيضا يعني مخالف دستوريا إذا نظرنا له يعني من ناحية قانونية، أنه لديه شركات ما زالت تعمل اليوم وهو يديرها، هو نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية إضافة إلى رئاسته لاتحاد القدم، ونحن نعرف ما هو اتحاد القدم. كل هذه الأرقام مجرد بداية للخوض في تفاصيل الإشكالية الواقعة بين الحكومة وبين أحمد العيسي وما تفضل به الزميل. طيب يعني الآن نتحدث في هذه النقطة، في هذه النقطة سيد اليوسفي، نحن نتحدث الآن عن احتكار، ونتحدث نعم ونتحدث عن فساد، ونتحدث أيضا عن ربما ابتزاز إلى حد ما. كيف تفسر ذلك سيد العوبلي فيما يتعلق، لماذا ترضخ الحكومة لمثل هذا الأمر؟ أخي وجيه، لنكون واضحين ونكون صريحين ونسمي الأشياء بمسمياتها. العيسي موجود داخل مكتب الرئاسة زي ما ذكر الأستاذ غمدان، هو حصل أو هو بيشغل منصب سيادي في مخالفة للقانون، وهناك تعارض مصالح واضح. فالعيسي موجود في مكتب الرئاسة بالتنسيق مع جلال هادي وناصر هادي وعبد الله العليمي، هؤلاء هم أعضاء المافيا المسيطرة على البلد حاليا، والذين ينتفعون من حالة الدولة وانعدام القانون، يستغلوا قربهم من الرئيس والسلطات المتوفرة لدى الرئيس للتربح والانتفاع من هذه القصة، وبناء على ذلك هم بيهيئوا كل الظروف لكي تحصلوا على هذه المصالح. يعني موضوع المناقصات الخاصة بشراء المشتقات النفطية ليست هي كل شيء، يعني احنا في مثلا في عندك تعطيل واضح ومتعمد لمصافي عدن،
يعني لو مصافي عدن شغاله المفروض هي كانت تشتغل من 2017 على الاقل. لو مصافي عدن اشتغلت ان هذه المشكله كلها انتهت، يعني يجيبوا نفط من مارب او يعملوا تغيير في العبادات وممكن ان تستقبل النفط من بتروميسيلا من حضرموت وتشتغل المصافي بالنفط اليمني وبتكلفه لا تزيد عن 5% من تكاليف استيراد المشتقات النفطيه زي ما هو حاصل. فالمنظومه كلها تعمل من اجل الفساد من اجل مصالح هؤلاء المافيا والمرادطين في مكتب الرئاسه. يعني العيسي ليس الا واحد من هؤلاء الشرذمه التي تتحكم بمصائر البلد ومعطلين كل المؤسسات وكل الهيئات. لا شركة نفط بتشتغل، لا وزارة نفط بتشتغل، لا مصافي عدن بتشتغل، ولا مصافي مارب ربي يصلحوها ويحسنوا إنتاجها. المحطة الغازية داخل مارب أيضا رافضين أنهم يخلوها تشتغل. كل هذه إجراءات، كل هذه عراقيل يتم طرحها ويتم فرضها على الواقع رغم أنها غير منطقية وغير سليمة، والبلد والمواطن هو اللي بتجرع ويلات واثار هذا العبث. يعني ف اذا كنا نريد ان نبحث، يعني الفرنسيين بيقولوا ابحث عن المراه، احنا ببساطه نبحث عن جلال هادي او ناصر هادي او عبد الله العريني في هذه القصه كلها. يعني فالعيسي هو واجه لهؤلاء الموضوع وهو عباره عن هو لنقل وكيل الاعمال لهؤلاء الناس. هو الراجل اللي بيشتغل وبيدير التجارة في السوق السوداء بيدير هذا الفساد كامل، واللي يجيب العصابة هذه بدون تحسين كلمات وبدون البحث عن كلمات منمقة. يعني لكن هناك حديث، يعني هناك مذكرة أو هناك توجيهات رئاسية بفتح السوق، ألم ينشر ذلك بشكل رسمي؟ لماذا لم يتم التطبيق؟ يعني ما هي الإشكالات؟ ما هي طبيعة الإشكالات سيد العوبلي؟ لا يوجد نظام ولا يوجد آلية معينة. يعني موضوع فتح السوق فقط كمثال قرار أنت تطرق إليه. في مارس 2018 رئيس هادي قال يحرروا سوق المشتقات علشان ما يخلوش الحوثيين يستوردوا مشتقات نفطيه، قالوا حرروها وخلوا كل الناس يستوردوا. علشان اللي حصل انه حرروا السوق والحوثيين استمروا بالاستيراد، والهدف الذي تعمل من اجله القرار لم يتحقق. بعد كده قرروا انهم في يونيو 2019 انه يعملوا تحديد او يعملوا حصر لاستيراد المشتقات عبر مصافي عدن بالقرار 49/2019. يعني الحكومة قررت هذا القرار برغم أنهم يعرفوا أن مصافي عدن لا تستطيع ماديا أن تتكفل بهذه العملية، والقصة هذه كلها اتفبركت وتعملت زي ما ذكرت لك أنه الموجودين في مكتب الرئاسة هم اللي بيتحكموا المشهد، والقرارات هذه كلها تصدر لمصالحهم هم ولأجلهم هم بغض النظر عن يعني المواطن اليمني او مصلحه الاقتصاد اليمني ما لهاش اي علاقه بالقرارات هذه اللي بتصدر. قرار التحرير او قرار الحصر كلها قرارات لها علاقه بمصالح المافيا الموجوده. والان موضوع الحصر الان مره اخرى او تحرير السوق مره اخرى نفس الشيء لا يتطرق او لا قد يكون غير مدروس، من هو عاد الان ما فيش قرار، يعني هو مجرد في نقاشات بسبب هذه النقاشات حصلت المعمعة الإعلامية اللي حاصلة حاليا، والموضوع كله باين انه صراعات بين القوى المسيطرة على البلد حاليا. فما فيش حلول جذرية او واضحة ومنطقية للمشكلة. يعني المشكلة هذا زي ما ذكرت لك سابقا هي بكل بساطة ممكن تحل بتشغيل مصافي عدن، ممكن تحل بمثلا مد أنبوب صغير من بلحاف لتشغيل المحطات بالغاز الطبيعي القادم من مارب والذي بيحرق في الجو دون فائدة. فممكن تشغيل المحطة الغازية داخل مارب وبالتالي توفير الوقود أو المشتقات التي تنتجها
مصافي مارب لاستهلاك السوق المحلي. يعني في كثير حلول. يعني هناك نقطة أيضا، هناك نقطة فيما يتعلق بهذا الجمع. نعم سيد العوبالي، هناك نقطة فيما يتعلق بهذا الجمع، يعني قبل الوصول إلى هذه الحلول، هناك نقطة فيما يتعلق بالجمع بين المنصب الحكومي ومسألة يعني إدارة الأعمال والتجارة. كيف يمكن تفسير ذلك سيد، كيف يمكن تفسير هذه المزاوجة سيد اليوسفي؟ والله يعني هذه الإشكالية ربما يعني متعلقة بالرئيس عبد الرب منصور، هذه يستطيع أن يحل هذه الإشكالية ربما. يعني هو ليس بحاجة أن تقاد صراعات في داخل البلد ليست في مصلحة الدولة ومصلحة الحكومة التي هي أساسا يعني قائمة لمحاولة ترسيخ شرعيته هنا أو هناك. يعني في النهاية من مصلحته أن يوقف هذا العبث، وفي النهاية هو الحكم بين هذه يعني بين موظفي الدولة. يعني في النهاية هناك رئيس حكومة يعني لديه ربما أهداف ولديه يعني التزامات للناس، التزامات للمؤسسات الدولة، رواتب، يعني ميزانيات تشغيلية. في المقابل هناك نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية يقوم بتعطيل هذه الأعمال. يعني ببساطة هذه هي الإشكالية. لو عدنا إلى يعني تطرق عبد الواحد العوبلي لموضوع أن هذه ليست أساساً فتح لمناقصة، أعتقد أنه يجري حالياً لإعداد شروط المناقصة والتي ستعلن بشكل رسمي، وهناك عروض وصلت حتى قبل المناقصة اليوم أو أمس، يعني بالأمس واليوم وصلت يعني عروض حسب معلوماتنا أنه وصلت حتى إلى 600 و يعني و 40 دولار للطن الواحد الديزل. واليوم اساسا بالامس دخلت سفينه واضطرت الحكومه لشراء هذه السفينه بالشكل المباشر، بالشراء المباشر يعني كعمليه اسعافيه لمحطه الوقود، واشترت هذه الشحنه بتكلفه 690 دولار للطن، يعني بتوفير 120 دولار للطن. يعني تم شراءها بالامس بشكل مباشر، وهذا يبين حجم انه هناك يعني رجال اعمال وهناك يعني تجار قادرين على التوريد باسعار منافسه جدا. يعني تتحدث طيب هناك حديث ايضا وهناك حديث ايضا حول تحركات معلنه لرئيس الوزراء معين عبد الملك يقول انها تهدف لكسر احتكار استيراد النفط، الى اي مدى ترى ان هذه التحركات ستنجح؟ يا عزيزي هناك عدد يعني حزمة من الإجراءات متعلقة بهذا الأساس، بهذا الأمر. حين يعني صدر قرار القرار رقم 47 أو 47 نعم، وهو الذي يتعلق بمسألة يعني استخلاص الرسوم من يعني من موردي النفط، يعني ربما هناك حديث ما زال حتى هذه اللحظة لم يفتح إلى العلن، ولا أعرف تفاصيله بشكل مهم، لكن ما تكشفه الأرقام أن الحكومة خلال 3 أشهر من 14 فبراير إلى اليوم، يعني إلى 14 نوفمبر، يعني خلال 3 أشهر عفوا من 14 أغسطس إلى 14 نوفمبر، خلال 3 أشهر تحديدا، يعني تم استخلاص 10 مليار و250 مليون ريال يمني رسوم لشحنات نفطية. ما قبل ذلك لا يوجد أي رقم تم استخلاصه كرسوم جمركية من يعني للحكومة. يعني هناك عملية يمكن أن تكون يعني فضيحة إذا جاز التعبير، وإذا تم كشف عن تفاصيلها. أن أحمد العيسي يعني حسب هذه المعلومات أن أحمد العيسي لم يكن يدفع رسوم، يعني طالما وليس هناك أرقام في السابق يعني عن الرسوم الجمركية، فهذه ربما ستكون فضيحة وكارثة كبرى. يعني خلال 3 أشهر يتم تحصيل 10 مليار و250 مليون ريال، وهذه ربما ستغطي جزء كبير من رواتب المؤسسات يعني الإدارية في البلد. فإذا كان طوال هذه الفترة السابقة منذ بداية الحرب إلى اليوم لم يتم استخلاص مثل هذه الرسوم، فهناك يعني
كارثة في داخل الدولة، كارثة في داخل مكتب رئيس الجمهورية. أعتقد أنه مهم أن يتم تشكيل لجنة من قبل رئيس الجمهورية، لجنة متخصصة يعني للتحقيق هذا، أو تفعيل مجلس النواب. هناك لجنة النقد في مجلس النواب، طيب ونحن نعرف فيما تاريخ يتعلق هذه بهذه اللجنة كانت التحركات الآن المتكررة فيما يتعلق بمواجهة هذا الفساد، سيد اليوسفي، أرحب بمن ينضم، تفضل بالبقاء معنا، أرحب بمن ينضم إلينا الآن رئيس مجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط السيد عبد الله الهويدي، ينضم لنا عبر الهاتف من عدن. أرحب بك سيد الهويدي، كان لكم بلاغ بصحفي تدعمون فيه جهود رئيس الوزراء معين عبد الملك لكسر الاحتكار، دعنا أو ضعنا في صورة ما الذي يحدث بالضبط بالنسبة لموضوع النفط هناك في عدن. أسعد الله مساءكم ومساء الجميع المستمعين على القناة الفضائية بلقيس. وكان بلاغنا الصحفي الصادر يوم أمس من مجلس التنسيق اللجان النقابية الذي يؤيد القرار أو ما تم اتخاذه من قبل مجلس الوزراء من الدكتور معين، والذي يتم معالجة أن عدم احتكار المشتقات النفطية كما كانت عليه سابقا، ويتم من خلال هذا المعالجة الذي عانى منها هذا الملف، وخصوصا ملف المشتقات النفطية الذي يعتبر الملف الساخن على مستوى الساحة اليمنية لأنه ملف خدماتي، ويتم التلاعب في هذا الملف ما بين الحين والآخر، وعدم إيصال المشتقات النفطية إلى كل الجهات المختصة سواء كانت يعني الجهات المخول لها في البيع هذه المشتقات النفطية وتوزيعها على مستوى أنحاء الجمهورية، ما أصبح هذا الملف يعني شاسع في معاناة المواطن ويعاني منه بشكل كثير ويعني بشكل مستمر. فقامت النقابات أو المجلس النقابي في شركة النفط اليمنية لوضع معالجات أساسية تقبل باستمرار هذه المنشقات وإنهاء الأزمات ما بين الحين والآخر، حتى تم اللقاء مع رئيس الوزراء معين في الفترة السابقة في قبل شهر أبريل عندما وقف العاملين أمام القصر الجمهوري في معاشر يطالبوا بتنفيذ سيادة القانون أو فرض القانون على الجميع لا احتكار هذه المنشقات من قبل تاجر واحد. فتبلورت كل القرارات هذه والتوصيات حتى وصلت إلى أنه يكون يعني اعطاء الشفافيه للجميع بالاستيراد المشتقات النفطيه وعدم ارساء على تاجر واحد حتى يتحكم بقوت شعبنا اليمني من معاناته بهذه الظروف الراهنه، وذلك نتيجه للحروب الموجوده داخل البلد، مما جعل هذا الملف ملف شاسع وملف يعني الكل يعاني منه، ولانه يعني هذا الملف هو اللي يعتبر شرائح الحياه اللي يعني يتمشى بها المواطن اليمني في ما بين يعني ما بين المناطق الاخرى ويقيم الحياه اليوميه بواسطه هذه المنشقات. لكن عندما يتم بيعها او اخراجها عن اطارها فما هذا لا يعني مشاكل وازمات ولم يوصلوا الى معالجات حقيقيه لهذا الملف او لهذه المنشقات النفطيه، لانه لم تصدر هناك قرارات صائبه تعالج المنشقات النفطيه كما كانت عليه ما قبل 2014، عندما كانت هذه يعني المنشقات النفطيه توزع بطريقه واشراف حكومي. لكن مساله الان مساله قرار يعني منع الاحتكار الى اي مدى نفذ؟ يعني الى اي مدى كان مساعدا في التخفيف من هذا الاحتكار الذي تتحدث عنه سيد الهويدي؟ قرار الاحتكار هو انه كانت اولا وقبل كل شيء كانت توجد المصافي عدن هذا المرفق السيادي يعني تاجر واحد يتحكم بها، والان يمكن يدخل عدد كثير من التجار في عمليه المناقصه وبكل شفافيه، ونحن الجميع نؤيد هذه القرارات لان هذه القرارات علما تجي وتكون صائبه بتعلق لنا امور كثيره، ممكن نحصل على منشآت نفطيه من مصادر صحيح ومنشآت صحيحه حتى تقبل للمواطن الحياه بشكل طيب. لكن لحد الان الملف هذا اللي تم اصدور امس بيان من قبل مجلس التنسيق اللجان النقابيه الذي يؤيد
تلك الخطوات أو تلك العملية التي تعمل وفقا للقانون لإنهاء الاحتكار المنشآت النفطية من أمام تاجر واحد، ويعطي المجال لكل التجار لاستيراد هذه المنشآت النفطية إلى المواني اليمنية، ومن ثم من المواني اليمنية تخزن في مصافي عدن، ومصافي عدن تقوم بتقريرها إلى شركات النفط، وشركات النفط تقوم بتوزيعها بأنحاء الجمهورية بسعر موحد وبرقابة ومعايير لهذه المنشآت. حتى الآن القرار اللي صدر لمعالجة هذا حتى الآن لم نلتمسه على الواقع. طيب سيد الهويدي، يعني الآن في بالنسبة للوضع هناك في عدن، هل الوضع الاقتصادي بكله متعثر أم أن يعني البنك المركزي، نقصد الدورة المالية أيضا، يعني هل الاحتكار جزء من فشل كل هذه المؤسسات إن صح التعبير؟ عندما كانت عملية مرتبة، ويعني مثل المسبحة عملية متكاملة، كانت كل المشتقات هذه توصل، أو كانت المصافي شغالة توصل هذه المشتقات إلى مصافي عدن، مصافي عدن توزع على شركة النفط، شركة النفط تقوم ببيعها في الأسواق وتعود السيولة إلى البنك المركزي، والبنك المركزي يقوم بشراء شحنات أخرى. لكن عندما تم يعني تعطيل المصافي ما يقومش بالتكتيك نتيجة للأوضاع أو في عطاء الفنين، فتم الاستولاء على هذه المنشآت من قبل تجار ومتعددين ودخولها إلى داخل البلد بأشكال مختلفة، فمثل الملف أو زيادة ارتفاع ما بين الحين والآخر الدولار هو سبب لنا إشكاليات. فأعتقد أن هذا القرار اللي أتى الآن أو القرار اللي كان القرار السابق من قبل مجلس الوزراء رقم 49 ل 2019 كان قرار إعادة العمل بآلية الاستيراد المشتقات النفطية من قبل مصافي عدن والبيع والتوزيع من قبل شركة النفط، بيتم معالجة هذا الملف بشكله الصح ومعالجته بشكله يعني اللي هو معمول بتضل البيس دائرة ما بين الحكومة ما بين الشراء، ولكن هروب الحكومة وعدم إشرافها على هذه المشتقات هو اللي سبب إشكاليات الآن موجودة ما بين الحب الآخر بين كل المعاناة الذي عانى المواطن اليمني. لذلك لأن هذه المشتقات لم تعود عليها في إطار الدولة تشرف عليها بشكل مباشر، ما جعل حتى الصراعات الموجودة ما بين الشركات اللي هي مملوكة للدولة تقوم بمنافسة الشركة البيع والتوزيع، وهذا عمل لنا إشكاليات على مستوى على مستوى السوق، ما جعل العمال أو النقابات خصوصيا بهذا المرفق الحيوي الحام بالخروج بالمسيرات والمظاهرات للنداءات للقيادة السياسية ولا كل المسؤولين في هذا البلد عليهم على 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 هذا المسؤولين في البلد إلى ضبط هذا البلد وعن هذه الجهود وتحقيق مقاصد كبيرة. نعم، شكرا لك. إذن سيد عبد الله الهويدي، رئيس مجلس التنسيق العام للنقابات شركة النفط، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عن هذه الجهود أسألك سيد العوبلي، وأيضا تحركات رئيس الوزراء فيما يتعلق بما هو معلن على أنه محاربة هذا الاحتكار وهذا الفساد. لم أسألك كيف تنظر إلى هذه الخطوات؟ زي ما ذكرت أخي وجيه، الموضوع لا يزال في طور النقاش، لكن إذا كانت الحكومة ترى أو درست الموضوع وترى أنه من الأصلح أن يتم تحرير موضوع استيراد الوقود فليقوموا بهذه الخطوة ليتخذوا القرار ويبدأوا بالتنفيذ، لا يكون الموضوع مجرد إشاعة ودعاية داخل وسائل التواصل الاجتماعي، ليتخذوا القرار وينفذوه ويحرصوا على تطبيقه بشكل صحيح، وأن يكون في شفافية كاملة، وأن يكون في مساءلة حقيقية، لا أن ننتقل من فاسد إلى فاسد آخر، وأن وكل بساطة أن تذهب العمولات أو الفوائد أو المخالفة من جهة إلى جهة أخرى، ونظل نتقلب بين نارين. فإذا كانوا يشوفوا أنه في هذا القرار مصلحة ليتخذوه ولينفذوه، يحرصوا على أن يكون في شفافية كاملة وإعلان واضح للجميع، مع العلم طبعا مع الحرص أن هذا الموضوع موضوع الاستيراد
ليس إلا حل مؤقت. يعني لازم يعمل الحكومة تعمل حساب إنه فتح السوق معناته الضغط على السيولة النقدية من العملة الأجنبية الموجودة داخل اليمن، وبالتالي هذا قد يسبب ارتفاع في نسبة التضخم. فهم لازم يعملوا حسابهم على هذا الموضوع. الحلول اللي احنا ممكن تكلمناها وذكرت جزء منها سابقا انه لازم مصافي عدن ترجع تشتغل، لازم ترتفع القدرة الانتاجية المصافي مارب، لازم المحطة الغازية الكهرباء في مارب تشتغل، ممكن انهم يشغلوا المحطات داخل 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 عدن بالغاز الطبيعي. لازم هذه الحلول اللي بيطلق عليها وتعتبر عملية ومستدامة لازم ينتقلوا لها. ما احنا بكل بساطة الان هم يعني العيسي يسألهم فلوس، العيسي لهم عليهم دين للعيسي، فحيروحوا ياخذوا من تاجر اخر ويلتزموا بديون اخرى، وفي النهاية احنا ما حليناش المشكلة. احنا انتقلنا من دين الى دين، واحنا بنضاعف القروض والديون على الحكومة وكل الحلول اللي بتحصل هي حلول مؤقتة وغير غير 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 مستدامة او غير ناجعة او لا تحل المشكلة من اصولها او من جذورها. انتقل الى السيد غمدان اليوسفي. السيد اليوسف، يعني في سياق الحديث عن تحركات هذه الوزارية او تحركات رئيس الوزراء، هناك من يقول أين هي من البداية وربما حتى من قبل السلف أحمد عبيد بن دغر الدكتور، لكن الآن وقد حدثت هناك معركة ميدانية ربما وإعلامية، لكن لو تلاحظ ويلاحظ كثيرون أن حتى مسألة الاحتكار استمرت على الرغم مما حدث في عدن من أحداث سياسية وعسكرية أيضا. هل لهذه الدرجة من الصعب مواجهة هذا اللوبي إن صح التعبير أو هذا الفساد؟ والله يعني الموضوع يعني متشعب ومتشابك، ومن الصعب انه نتحدث انه يعني انه احمد العيسي يعني بهذه يعني ليس بهذا الحجم. يعني اعتقد انه احمد العيسي لديه كل القدرات في ان يكون لوبياته السياسيه، لوبياته الاقتصاديه، لوبياته في البنك المركزي، لوبياته في كل تفاصيل المشهد. ف اليوم يعني ما حدث في عدن فيما يتعلق بالمناقصة رقم 7 هي ربما كما يقال النقطة التي أفاضت الكأس، وأعتقد من الصراع ما بين أحمد العيسي وما بين الحكومة منذ أول يوم، وكانت تظهر هذه الصراعات إلى السطح وتختفي، لكن لم يكن ربما لم تكن الحكومة تريد توسيع هذه الإشكالية وحاولوا احتواء الأمر فقط من باب أنه تستمر الكهرباء في عدن يعني شغالة، ويعني الناس ما لهمش علاقة بهذه الصراعات يفترض أن لا يعني يتم استخدامهم كوسيلة سياسية لتحقيق مكاسب اقتصادية لهذه الشركة أو لهذا الشخص. فاستمر هذا الأمر على هذا الحال، وأعتقد أنه ما زال حتى اليوم أيضا يعني شراء هذا الشراء بشكل مباشر من قبل تجار اخرين ايضا هو يحل ازمه. كما حتى تحدث الواحد العبري اتفق في هذه الجزئيه معه، وان ايضا تعطيل مصافي عدن، من هو المستفيد الاول من تعطيل هذه المصافي؟ اعتقد انه لدى الجميع الحق بان يسالوا هذا السؤال، واعتقد انه كثير من الناس لديهم اجابه على هذا السؤال، انه تعطيل المصافي، الاستحواذ على الخزانات من قبل يعني احمد العيسي وعدم يعني عدم اعطاء هذا الحق لبقيه التجار الاخرين، يبين حجم يعني من هو المستفيد من تعطيل مصفاة عدن وابقاء يعني وابقاء العمليه فقط يعني بهذا الدفع المؤقت وشراء وقود ويعني وضغط على ديون وما الى ذلك من تفاصيل. شكرا لك سيد غمدان يوسف الصحفي، كنت معنا عبر السكايب من هولندا، وكذا الشكر موصول للسيد عبد الواحد العوبلي الباحث الاقتصادي ايضا معنا من كوالالمبور
عبر سكايب. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.